أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2، تقديم بسنت محمد. الباب 23. خلقت السعادة للبشر والألم لي وحدي. انكسر القلب ولم يبالوا، ما زلت أنتظر نهاية العالم لينتهي عذابي. انقسمت الحكاية لأنهم فرقوا الأحباب قهرا. حدث في عام 1926 مبدأ العلاقات، أو كما هي حقيقتها في واقع الحال، يلتقي جريحان ينزفان من جروح الماضي، جروح مفتوحة غائرة، يعشقان بعضهما بعض لحد الجنون، يرممان جرح الماضي ويعيشان الحياة في أحضان بعضهما بعض كما يتمناها كل عاشق منهما، ليأتي الآخر ويفتح هذا الجرح على مصراعيه ويتركه كما هو، ملقى على الأرض، ينزف الدماء وينزف معها دموع الحسرة على ما قدمه من عطاء لمن لا يستحقه. يلتقي في نهاية المطاف بعاشق آخر، جراحه غائرة ليرمم جرحهما مجددا، وهكذا تعاد القصة من جديد. انتهت مهمة ريكي في هذه المدينة التي لم يعيش فيها غير الألم، وحتى لو تخللها سعادة بسبب فلوريا وقلبها الذي يعشق، كانت هذه السعادة مؤقتة لأن الأساس فيها هو الألم. هل يستطيع أن يكبح غيظه، غضبه الذي كاد أن يعمي عن حقيقته وما تعلمه من السماحة والسلام من معلمه لي؟ هل سوف يختار الطريق الذي لمح له الشيخ الأبيض؟ أفكار سوداء تتأرجح في محيط رأسه وهو في طريقه من خلال الباخرة التي تحمل فوق ظهرها إنسانا مكسور القلب يجاهد للبقاء نقيا رغم دك مطارق الشر على رأسه. قبل أن يرحل ترك رسالة لوالدته، رسالة وداع حتى إشعار آخر، وترك أيضا مبلغا من المال يجعلها وأخاه يعيشان ملكين إلى سنوات قادمة. يعلم أنه بذلك سوف يدمي قلبها، لكن عندما وضع فكرة بقائه ورحيله في كفة الميزان انكسرت كفة الرحيل لثقل وزنها. وداعا أمي، وداعا سيزار، وداعا برشلونة وما تحملين في جوفك، لن أعود إلا إذ رممت قلبي، بقائي فيك ألم ورحيلي عنك راحة. هل سوف يعود السلام لقلبي وأكمل رحلتي في الحياة كما كنت؟ هل سوف أنجرف إلى طريق مظلم لا عودة منه؟ هل سأكون ريكي من جديد؟ لا أعلم. وهذا ما كان يدور في خلد الذي كان يسند ذراعيه على حافة الباخرة وهو يتأمل غروب الشمس الذي كان يحب، والآن تحولت الألوان في عينه إلى السواد المظلم. في منزل آل فرنانز كانت لاتويا تنتظر في المطبخ على أحر من الجمر، لعلمها المسبق بحضور رقم واحد في أي لحظة. وكذلك فلوريا كانت تسير في غرفتها كالمجنونة بمشاعر مختلطة من الشوق واللهفة والخوف الشديد مع ارتجاف أطرافها وقطرات تنحدر من الجبين. تأخر ريكي ولم يسمع طرقات الباب بعد وقت طويل من الانتظار، حتى أنهما فقدتا الأمل في استلام الطفل اليوم. سمع طرقات عنيفة على الباب تلاها تغريد حنجر الطفل ببكاء، انفطر منه قلب فلوريا التي ركضت متناسية دورها من المسرحية. أمومتها حركت قدميها، غريزة الدفاع التي تمتاز بها كل أم. نزلت إلى الطابق الأرضي لتجد لاتويا تقف وبيدها طفلها، نظرت في الأنحاء فتقدمت لتحتضن إلى قلبها وهي تشهق شهقات من بكى حتى جفت غدد الدموع. اشتمته ثم قبلت كل ما وقعت عينها عليه. سمعت خطوات قادمة، نظرت إلى الخلف وإذ بعائلتها قد تقدموا من الاتجاهات جميعها، منهم من نزل ومنهم من جاء من غرف متفرقة. ما هذا؟ قالها ألكساندر. لاتويا، سمعت طرقات الباب يا سيدي، وعندما فتحته وجدت هذا الطفل على عتبة الباب. ألكساندر، ضعي في غرفة الخدم لكي نوصله للميتم في صباح الغد. لم ينتظر نقاشا من أحد لأنه ولاهم ظهره مغادرا إلى الطابق الأول. بالمقابل جلس الجميع في غرفة المعيشة لكي يلاعبوا هذه الكتلة القطنية اللذيذة. وقامت لاتويا التي أعدت له الحليب قبل أن يصل فتقدمت وبيدها رضاعة بدائية يدوية الصنع. نظرت إلى فلوريا التي كانت متشبثة بطفلها، وكانت بالمقابل تتحاشى النظر إلى لاتويا وكأنها سوف تفسد المخطط بالكامل بسبب العاطفة التي غلبت منطق العقل. من بعد نظرة غاضبة من لاتويا قالت فلوريا لزوجة ألكساندر لورا، هل تريدين أن تحملي؟ لم تنتظر ردها لأنها قامت وضعته في حجرها، والأخرى انطفت جسدها وكأنها صعقت بالبرق الخاطف. نظرت بين عينيه فسلب لبها، لمعت موجة مترنحة في مقلتيها. سلمت لاتويا لها الرضاعة ثم قالت، اطعمي هذا المسكين، يبدو أنه لم يأكل منذ زمن. وضعت الحليب في فم متلهف للغذاء، شرب ثم شرب بنهب وهي تنظر له نظرات الأم التي وجدت طفلها من بعد فقد. قالت لاتويا، كيف لهذا الجميل أن يعيش في ميتم؟
نظرت لورا إلى وجهها وأطالت النظر مع التفكير بعمق، فقالت: سوف ينام هذا الجميل الليلة في مخدعي، وغدا سوف ننظر في أمره. كادت فلوري أن تنطق معترضة، لكن سبقتها لاتويا التي احتوت الموقف. يا لها من فكرة، لعله يشعر بالأمان من بعد فقد أهله. الجميع في سكون، لكن أحدهم تبكي وتضحك بطريقة هستيرية، والأخرى غادرها النوم بسبب هذا المخلوق الذي شاركها مخدعها. فجلست تتأمله طوال الليل في حنان وعاطفة جياشة. هل حسمت أمرها أم أنها تنتظر الصباح الذي سوف يفصلها عنه مدى الحياة؟ جلس الجميع إلى مائدة الإفطار بهدوء تام، وما زالت لورا تضع الطفل في حجرها ولا تريد أن يفارقها لثانية. وقلب أمه منفطر وإن كان تحت عينيها، لكنه ليس بقرب قلبها كما كان في شهور التكوين. ألكساندر من بعد رشفة من الشاي: سوف أذهب أولا للميتم لتسليم الطفل، وبعدها سوف أذهب إلى حلبة الثيران. وقبل أن يكمل حديثه قالت لورا بحزم: لن يرحل عني. توقف الجميع عن المضغ والبلع لينظروا إلى لغة التحدي التي نطقت بها لأول مرة منذ حضورها لهذا المنزل. ألكساندر: ماذا؟ قالت لورا: أريده ابنا لي، أريد أن أكون أمه وأربيه في حجري، عشقته منذ النظرة الأولى، أريده لي. سكت الجميع ونظرتهم متجهة للصغير النائم بسلام، إلا من نظرات ألكساندر التي توجهت إلى لورا وكأنه يرجح الأمر في عقله. فتدخلت فتنة فلوريا بأخيها ونظراته المتسائلة لكي تحرضه على ما تريده هي. قالت فلوريا: لن ينعم هذا المسكين بحياة كريمة إلا عندما تكونين أنت أمه، فأخي مشغول على الدوام في أعماله ولا يوجد من يسلي وحدتك، وعندما يفرغ من أعماله ويرجع منهكا إلى المنزل تخوضان النقاشات التي يسمعها أهل المنزل والجيران من حولنا. أردفت فلوريا حديثها الذي كانت تقوله للجميع، ولكن تريد أن يخترق عقل أخيها بالأخص. هذا الطفل سوف يكون الحل الدائم لجميع مشكلتكما، وسوف يضيف لمسة جميلة للمنزل وتدب من خلاله الحياة. ولا تقلقي، جميعنا سوف نساعدك على تربيته، أليس كذلك يا أمي؟ والدتها بعيون دامعة وابتسامة مريحة: بالتأكيد يا حبيبتي. رفع ألكساندر المنديل الذي على حجره ومسح فمه بهدوء، رجع بالكرسي للخلف ثم قام وخرج بكل هدوء دون أن ينطق بكلمة. وتصرفه هذا يدل أنه في مرحلة التفكير قبل التسرع باتخاذ القرار النهائي، ومن وجهة نظر جميع من حوله تعتبر هذه موافقة مبدئية للترحيب بعضو جديد للعائلة. فلوريا، ماذا سوف تسمين هذا الملاك؟ قالت لورا: لطالما هذا الاسم أعشقه، فهو بطل الروايات التي أحب، سوف يكون اسمه ماثيو. جلس ريكي على الهضبة التي اعتاد أن يجلس عليها عندما ينتهي من دروس معلمه لي المكثفة، والذي كان لا يريد أن يغيب عن عينه برهة، لأن المعلم لي يعلم ما يدور في خلد ريكي، ويعلم الصراع النفسي الذي يتأرجح ما بين الغضب والهدوء، ما بين الشر والخير. وجود المعلم لي بجانبه هو كبح الألم بما تجود به نفسه، لكن يستحق الإنسان عزلة يختلي بها بنفسه، يتحاوران، يتجادلان، يغضبان بعضهما من بعض، لعله في نهاية المطاف يتصالح معها، وإما أن تغلبه هذه النفس، وإما أن يغلبها. المعلم لي الذي أصبح كبيرا في السن والعطاء كذلك، لم يبخل على ريكي بشيء من علمه، غرس في رأسه تعاليم الكتاب السري للتبتيين، قواعد ديزان، وما يحمله من السلم قبل الحرب، ومن الحلم قبل الغضب، ومن القوة المستمدة من الهدوء قبل العواصف، ما يجعلك تكون إنسانا وليس حيوانا بلا عقل ولا وحشا بلا قلب. في كل شهر يدخل الاثنان الغرفة التي بدأ منها كل شيء، التي يتخذانها منفى للعلم، أسبوع من التأمل وتجديد طاقات الجسد والعقل وترميم جروح القلب، ينظران للدنيا من سماءها ويجتمعان بالأحبة في فضائها. هل توقف العلم عند معلمي لي؟ بل هناك المزيد دائما من علوم الكون عند الشيخ الأبيض الذي غدا الأقرب إلى قلب ريكي، لأنه دائم الحياد، لا يتدخل في شؤونه ولا يطلب منه أن يكون في صف الأخيار أو غيرهم، بل يضع بين يديه الاحتمالات ويترك القرار بيده، فهو من يحدد مصيره في نهاية الأمر، وقرار الذي يتخذه هو وحده من يتحمل نتائجه. وقف ريكي مقابل البوابة العظيمة التي كسر نورها ظلمة الأفق، والشيخ الأبيض بابتسامته الأبوية ومحياه المريح يرحب به للدخول وكسب المزيد من المعرفة. وقف ريكي في وسط السجلات يتأمل المنظر الذي لم يمله قط، والكتب تطير ومن خلفها المخطوطات، والشيوخ يدونون بلا كلل أو ملل. خلية نحل عظيمة تعمل على مدار الساعة، ولا تسقط إبرة في عمق المحيط إلا وقد دون الحدث في هذا المكان.
ريكي، هناك أمر شغل بالي منذ زمن وآن الأوان لكي نناقشه. قلت لي منذ مدة أن داروين قد تلقى نظريته من قوة قد أقسمت أن تدمر البشرية قبل أن تنزل إلى الأرض. صحيح، سؤالي هنا بماذا تدخلت هذه القوة أيضا؟ لها تدخلات كثيرة بالطبع، ومعظم تدخلاتها ليست لخدمة البشرية بل لحياة في كل ما يحيد الإنسان عن الخير في هذه الدنيا، في كل ما يشتت انتباهه عن سبب خلقه، مما يزيد انشغاله في أمور الدنيا ونسيان العمل للآخرة. أردف الشيخ الأبيض حديثه والسرد على مسامع ريكي بعض الأمور التي تدخلت بها هذه القوة، ومنها المنظمات المالية التي تستعمر العالم وتؤرجح اقتصاده بين أصابعها، وهناك بعض رؤساء الدول الذين وصلوا للمناصب العليا بطريقة باهرة وغريبة في الوقت نفسه، ومن بعدها عاثوا في الأرض فسادا. وأيضا ظهرت المنظمات الدينية التي لا تمت للدين بشيء، والجدير بالذكر أن حتى عبادة الأصنام كانت من الأساس فكرة من القوى العظمى، والهدف الأساسي هو الفساد في الأرض. ريكي، لماذا عندما ذكرتها فيما سبق نظرت لي نظرات أعرفها جيدا ولم تغب عن بالي حتى الساعة؟ هل سوف يكون بيني وبين تلك القوى علاقة في المستقبل؟ سكت الشيخ الأبيض وهو يخلل لحيته بأصابعه. ربما، كما أخبرتك من قبل، لا أحد يعلم المستقبل إلا الرب، لكن نحن هنا نرجح الاحتمالات وما نرى أنه قد يكون هناك علاقة، وهذه العلاقة سوف تحدث عندما تتخذ أحد الاحتمالين، إما أن تسلك طريق اليمين أو طريق الشمال، ولا يوجد هناك طريق في المنتصف. ريكي، وإن اخترعت طريقا بينهما؟ هنا أدرك الشيخ الأبيض أن ريكي قد بدأ الظلام يملأ فراغات قلبه. لا أعتقد أن هناك طريقا غيرهما. وما هو الارتباط الذي من الممكن أن يكون له صلة به؟ قال الشيخ الأبيض: ساعة الشر، ساعة اسمها ساعة الخلود. المعلم لي: علينا الرحيل، بدأنا نضعف، علينا أن نتغذى بأسرع وقت. لا تنسى يا ريكي أن بقائك هنا طوال هذا الوقت الذي تظنه سويعات هو بالأساس أيام. ريكي: لكن. قال لي: لا نقاش. خرج إلى الأرض من خلال الثقب الأسود ومنه إلى أجسادهما. انتهت مدة العزلة ليخرج الاثنان إلى مخادعهما للراحة من هذه الرحلة التي سوف يخوضانها مرة أخرى بعد مدة من الزمن. وظهر بجلاء حنق ريكي على معلمه لأنه لم يأخذ الإجابة الكاملة من الشيخ الأبيض، وهذا كل مرة يزور فيها سجلات لا يشبع أبدا من لذة المعلومات التي يكتسبها. وما زاد عليها هذه المرة هو الاسم الذي دخل عقله وحبس هناك في الذاكرة الدائمة، لعله يرحل إلى السجلات في القريب العاجل ويكمل بحثه في ساعة الخلود. خرج في صباح يلمس فيه شعاع الشمس وجنتيه لكي يحظى بالنسيم العليل وحده بين السماء وثراها والبحيرة العملاقة وبسطينها التي تحيط بها، التي جلس يتأملها من تل قريب. ملأ رئتيه بالهواء البارد وخرجه حارا محفوفا بالقهر على فقدان معشوقته. هناك صوت لا يشبه الأصوات التي اعتادها يأتي من الخلف، وكأن هناك ثوبا يحتك بالعشب الذي يسير عليه. وقف بجانبه كيان ملتحف السواد ولا يظهر غير شفتيه. جلس بجانب ريكي الذي ما زال يتأمل بكل هدوء، والريح تداعب شعرها الذي لامست خصلات كتفيه وحتى رموشه المكحولة لم تسلم من المتعبة. لم يبالي بقادم إن كان بخير أم بطعنة غدر. هل سوف يموت؟ ليمت. الموت راحة من ألم المشاعر الذي لا يوجد له دواء. قال الكيان الذي لم يحيد أنظاره عن البحيرة: صباح الخير. لم يتحدث ريكي. قال الكيان: ريكاردو بوربون، نعرفك ونراقبك من كذب. ريكي: نعرفك؟ من أنتم؟ نحن من سوف يرشدك لصنع المستحيل، لصنع المعجزات. ولا مستحيل يصنع إلا من بعد ألم، من بعد الغضب الذي سوف يجعلك في نهاية المطاف تختار الطريق الصحيح. ريكي: تعلمون عني الكثير، وما هو الطريق الصحيح في رأيك؟ قال الكيان: اتبع غضبك وسوف يكون بوصلتك إلى الطريق الصحيح، وتذكر نحن معك إلى النهاية. ريكي: هل أنتم القوى العظمى؟ ربما. قبل أن يغادر الكيان احتضن ريكي من جانبه وهمس في أذنه: معك إلى النهاية، حول غضبك إلى ثورة، إلى معجزة، إلى انتقام. وقف ليغادر المكان، فظهرت خصلة بيضاء من شعر فاحم من شدة السواد، ثم دحرج الهواء الخصلة البيضاء مقابل الوجه الذي لا يظهر منه غير الظلام. الباب 24، التقاء ثلاث أنهار في البحر اللوجي. الألم والغضب يصنعان المستحيل. أخبار ساعة الخلود عام 1927. لم يقاوم ريكي إلحاح عقله للرحيل إلى السجلات ليكمل الحكاية التي شغلت باله، ولم يقم من مقامه الذي كان يتأمل الطبيعة فيه.
أغمض عينيه ووازن أنفاسه، فرحل طيف عن جسده إلى الثقب الأسود ومنه إلى الشيخ الأبيض الذي كان في انتظاره. أعلم أنك سوف تعود، فنهمك للعلم لا ينتهي. ريكي، أرجوك اطفئ النار التي تلتهم جوفي. بالعلم أنسى الألم وإن كان النسيان مؤقتا، لكني أرضى به لكي تهدأ نفسي. أخبرني يا شيخنا عن ساعة الخلود. قال الشيخ الأبيض: الزمن، وهو الذي كان مسعى البشرية منذ قدم وما قبل الميلاد. تم اختراع الساعات التي أبدع صانعوها في استخدام الطبيعة لقياس الزمن، إما للمحاصيل وإما للمواعيد أو لتنظيم اليوم. فمنهم من اخترع الساعات الشمسية والمسلات التي يعرف فيها الوقت بالظل، وهناك من اخترع الساعات المائية لقياس الوقت من خلال القطرات التي ترمز للثواني. ومن مفهوم الساعة المائية تم اختراع الساعة الرملية ذات الحبيبات الناعمة، إلى أن تم اختراع الساعات الميكانيكية. قال الشيخ الأبيض: فصنع في نهاية المطاف الساعة المعروفة في عصركم الحالي التي تعلق في سلاسلها ومستقرها الجيب. ابتسم ريكي ونكس رأسه بحنق: ساعة الخلود يا شيخي. قال الشيخ الأبيض: كلما كبر الإنسان نقص صبره. ساعة الخلود هي ساعة صنعت في برشلونة ولم يكتمل صنعها إلى الآن، فما زال هناك نواقص لم تكتمل. تهلل وجه ريكي الذي وصل إلى مبتغاه أخيرا: برشلونة، وما هي النواقص؟ سحر وترس وألم. قال ريكي: أوضح. السحر موجود في اللوحة الزمرودي، والترس أكمل أرجوك. الترس والألم أنت من سوف يصنعهما. تهاوى طيف ريكي الذي سحب بقوة من السجلات إلى جسده الذي لم يندمج معه الاندماج الكلي، ودخل في غيبوبة أركانها الظلام والسكون. الجميع في سبات من إرهاق ليلة البارحة، إلا فلوريا التي لم تنم ليومين متتاليين بسبب الحمى التي أصابت ماثيو، وها هو يبتسم ابتساماته الخبيثة التي لا تظهر أي أسنان لأنها لم تنبت بعد، ولكن تظهر رغبته في اللعب من بعد الاستفاقة من الحمى. ومن سوف يتحمله غير أمه التي تحبه حبا غير مشروط؟ تريد وقتها فهو لك، تريد انتباهها أيضا لك، تريد قلبها لك أنت وحدك بلا جدال أو نقاش أو مساومة. تأخذ ولدها بين أحضانها وتتذكر من أهداها هذه النعمة الربانية، تتذكر من سلب لبها واستحوذ على كل تفكيرها، الذي تسأل ما هو حاله الآن؟ هل جبر كسر قلبه أم ما زال في مستنقع الألم يشتعل بلهيب الغضب؟ أم أنه الآن مع أخرى قد أنسته فلوريا؟ فلوريا التي تعشقه حد الجنون. يا ليتني أستطيع أن أخبره بأنني له ولن أكون لغيره ما حييت. حتى لو أن أهلي رفضوا تزويجي منه فلن أتزوج غيره. أرجو أن يلهيه العلم والسجلات والتبت عن أعين العذارة التي يمكن أن يسقطن في بحر عين ورمشها المكحول الذي أصابني في مقتل منذ أن رأيته، وكأن إحساسها قد دلها على لقاء مع ذات الخصلة البيضاء. في عام 1880 في قلب برشلونة وبالتحديد مقابل فندق كازاميلا الذي حجزت جميع غرفه بسبب سمعته العريقة، وقفت ميلا وهي تلتحف عباءتها من بعد سنتين من الاستحواذ على سيادة أغنياء برشلونة ومدريد وفئة غير قليلة من الفقراء الذين استقرت أحوالهم من تلك الفتاة المباركة الطيبة التي لا تنساهم من جود ما تقدمه لإعانتهم على صعوبات الحياة. ظهر لها أتبعها من شياطين الإنس الذين اتخذوها معبودا دون الرب، قبلوا نعيم الدنيا على أن يحتفلوا مجتمعين في الجحيم بعد الممات. أحدهما وقف عن يمينها والآخر عن يسارها ملتحفين عباءتهما السوداء. حدثتهما ميلا دون أن تحيد نظرها عن الفندق الذي نام قاطنوه في سلام: هل وجدتما صانع ساعات محترفا؟ نطق الذي وقف يمينها: نعم، لكنه الآن مقيم في سويسرا، يقيم في مزرعة والديه في قرية صغيرة عند قمم الجبال، ولديه اختراعات لافتة للنظر في عالم الساعات. السيد جورج إدوارد. قالت ميلا: احضروا الى برشلونة ومنها الى فندق كازاميلا وادفعوا له ما يطلب دون مناقشة. ثم ابتسمت بخبث: شكرا لميجال الذي حافظ على مخطوطات الساعة، وهذا دوره من هذه الحكاية، ان يحفظها في قصره فقط لا غير، ونسى مكانها بفضل سيدي امير الظلام، وحان وقت اخراجها من مرقتها. بعد مرور شهر على أوامر مبعوثة الشيطان، تسللت وأتبعها إلى الفندق الذي كان حارسه طاعن في السن في سبات، وعند اقترابها من الباب تحركت إحدى الأعين المنحوتة عليه لتنظر في عينيها مباشرة، ثم رمشت تحية لها وانفتح الباب من تلقاء نفسه.
دخلت إلى البهو ونظرت إلى العمود الذي انتصف المكان وقد علق عليه ساعة غير مكتملة الصنع، فالتفتت خلف العمود لتنظر إلى الخرسانة التي اندمج خلفها الكثير من التروس المتصلة بعضها ببعض وتنتظر شارط الانطلاق لتعمل. تتبع نظرها التروس المتصلة بالساعة والتي يبدأ تشابكها من خلف العمود بالتحديد من أسفله إلى سقفه. لم يقبل الصانع العبقري أن تكون ساعة عادية، بل أكمل التروس بأشكالها الباهرة الكبير والصغير منها بالسقف إلى أن وصل إلى الحائط الذي يفصله عن العمود بهو بجلسة من الكنب المزخرف. وهذا الحائط امتلأ بالتروس على طوله وعرضه. هنا انبهرت ميلا بشدة من إتقان صنعه حسب ما نصت عليه المخطوطات التي سلمتها له من خلال أتباعها، مخطوطات من صنع الإنسان بالتأكيد، لا لأن القوى العظمى تدخلت إكراما لأميرة الجحيم لأنها يجب أن تخلد أبد الدهر، وروحها وروح لويثان يسكنان جسدها، يجب أن تعيش إلى اليوم الذي ينتهي به هذا العالم إلى أن تغزو عقول البشر أجمعين لتحصد أكبر قدر ممكن من وقود جهنم. لن يدخلها وحده، بل ميلا ومن تبعها سوف يدخلونها من بعده. لديها من العمر ما يقارب 100 سنة، وبهذه الساعة لن يكون لها عمر يقاس بل الخلود. تكلم أحد أتبعها بصوت هادئ، إلى الآن لم ينتهي الصانع من عمله، سوف يضع اللمسات الأخيرة على الساعة بنقوشها الجميلة على العمود ويخفي التروس التي خلف العمود والسقف بالخشب المدهون بلون الحائط نفسه. وعلى الحائط الذي يلي البهو يريد أن يضع زجاجا شفافا يضفي لمسة فنية لصنع يديه، قالت ميلا وهي تتأمل بريقي يتلامع في عينيها من الانبهار. لكنه ليس هو من صنعها، بل سيدي لوسيفر من خط مخطوطاتها ودمج دروسها على الورق، وما ترى أمامك هو جزء من تنفيذ الصانع جورج، ومع ذلك لن يستطيع أن يفعلها. قالت تابع لماذا؟ لأن مفتاحها هو رجل من زمن آخر، زمن آخر وبالتحديد عام 1928. ما زال ريكي في غيبوبته وسط الظلام والسكون، يهيم بجسد لا يخضع للجاذبية، لا يريد الظلام الذي حبس فيه ولا يعرف كيف يعود. وهذا ما حذره منه ومعلمه لي، ألا تدخل في الإسقاط إلا إذا أمنت جسدك من أي خطر. لكنه لم يطبق هذه التعليمات منذ أن كان يمارسها على ساحل برشلونة. غيبوبة دامت سنة كاملة، هل ضاعت من عمره؟ هل خسر فيها علما كان من المفترض أن يكسبه؟ بل كسب الكثير، لأن الكيان كان يزور في غيبوبته، يسلي وحدته، يرافقه في فضاء الظلام، وأيضا يتحاور معه عن ساعة الخلود. اطلع من خلال مدته على المخطوطات ونظر إلى التروس بأم عينه خلف زجاجها وفهم صنعها من نقطة الصفر حتى ترسخ في ذهنه كل مسمار فيها، وآن الأوان أن يكمل مسيرته الآن بعد خلوة كان لابد منها لكي يكسب كل المعرفة المطلوبة لإنجاز العمل الذي توقف منذ 48 سنة. فتح عينيه بصعوبة بسبب الضوء الذي تغلغل في مقلته لأول مرة منذ سنة، نظر في الأنحاء برؤية ضبابية، شعر بالباب يفتح ودخل أحدهم، لم يستطع أن ينظر إلى وجهه لكنه ميز قدميه اللتين تسيران باتجاهه. قال لي أخيرا عدت يا أحمق، لم يتمالك لي نفسه وسحب إلى حجره محتضنا إياه بكل ما أوتي من قوة تناسب شيخوخته. نطق ريكي بصعوبة بسبب ريقه المتصحر من الجفاف، سحر، ترس، ألم. قال لي ماذا؟ يبدو أنك تهذي. فقام وحضر له مشروبا ساخنا وضع به من الأعشاب ما يعيد له عافيته. كان يغذيه بالسوائل التي تنزل إلى جوفه طوال فترة غيبوبته لكي لا يفقده، وهو يقول بين وبين نفسه أرجو أن أكون قد فعلت الصواب بإعادة إحيائك، فما زلت أخشى ردة فعلك من مستقبلك الضبابي. استمر في مرقده وسط معبد جوكينج لمدة أسبوع لكي يسترد عافيته، وفي أثناء التعافي كان كل ما يفعله هو الرسم والتخطيط، رسم الساعة وتروسها الصغير منها والكبير، وهو يردد في ذهنه جملة واحدة، إن لم نجتمع في الحياة فسوف تكونين لي بعد الموت. بعد إلحاح من فلوريا لكي ترحل الأسرة في أجازة من ضغوطات الحياة إلى مزرعة العنب في فلنسيا، قد وافقها الجميع إلا ألكساندر الذي كان لديه صفقات يجب أن ينهيها لثور جديد سوف يزيد مدخوله في حلبات المصارعة، وكان هذا ما تريد بالتحديد أن ترحل من دونه. ركب الجميع عربتهم وتعمدت أن تكون هي ولاتويا ولورا في عربة واحدة مع الشقي ماثيو، ونظرات اللهفة ما بين فلوريا ولاتويا اللتين تنظران الوصول بفارغ الصبر ليجتمع الأحبة مرة أخرى، وفي العربة الأخرى السيد والسيدة فرنانز.
بعد مرور ساعات غابت بها الشمس ونامت جميع مع هدوء الليل إلا التي تراقص قلبها لهفة للقاء فريدة كبدها، وكان رجاؤها أن تجتمع مع أسرتها المكونة من أساسها ريكاردو الذي تحب وتوأماها في منزلهم ويعيشوا الحياة التي كانوا يطمحون لها. لكن العوائق التي وضعها البشر وضغائنهم هي من أفسدت الأحلام جميعها. أشرقت الشمس وأنار قلب فلوريا بنور ليس نورها بل نور الذي يجلس في حجر خوسي المتكئ عند مدخل المزرعة، وهناك طفل جميل المحية يلعب بحصانه الخشبي بسعادة. رفع عينه السليمة لينظر إلى العربة القادمة ويلوح لها بسرور، ووقعت عين فلوريا على عينه المطموسة، ورغم العيب الذي على محياه كانت ترى أجمل مخلوقات الرب. دخلت الأسرة إلى المزرعة وتفاجأوا بالطفل الجديد السيد فرنانز. من هذا الجميل يا خوسي؟ خوسي وابنته لاتويا محتضنة ذراعه. إنه لقيت يا سيدي، وجدناه عند مدخل المزرعة فأخذناه وتوترنا على الاهتمام به. قد أصبح السعادة ذاتها لهذا المكان، فكلنا والداه وكلنا نحبه وكلنا نريده معا. وعيناه تنتقلان ما بين وبين فلوريا التي يجب أن تنقذ الموقف. سكت السيد فرنانز وكأنه متردد بقبول أمر وجود طفل لقيط في مزرعته، وفلوريا من فهمت سكوت والدها فبادرت إلى بث الطمأنينة في قلبه. يظهر لي أنه تأقلم مع الأجواء ولا خطر منه أو عليه في مزرعتنا يا والدي. لا يأخذك تفكيرك للبعيد وانظر لما بين عينيك في الوقت الراهن لا ضرر منه. دعه يعيش هنا وأنا أتكفل بجميع مصروفاته من مالي الخاص. ابتسم السيد فرنانز بسرور من قلب ابنته العطوف وتقبل فكرتها دون أن يعبر عن ذلك، لكن الأخرى فهمت النظرات التي عاشت كل حياتها تحتها. عندما رحل الجميع في جولة بين بساتين العنب التي تتخللها أشعة الشمس، جلست فلوريا وخوسي وابنته اللذان لم يستطيعا حبس الدموع من المنظر الجميل والمؤلم في الوقت نفسه. فلوريا وأنهار الدموع تنهال من قمة عينيها. احتضن أخاك يا ماثيو. جلس الأخوان بعضهما مقابل بعض ينظران بعضهما إلى بعض كالمرآة التي تظهر صورة طبق الأصل من كليهما، ما عدا العين المطموسة ولون الشعر، لمسة اليد، لمسة خد. احتضان غير مبرر. لماذا أحببت هذا الانعكاس؟ لماذا أحسه أنا؟ لماذا تنزل دموع الفرح؟ اشتاقت النفس إلى مصدر سعادتها رغم صخب الأفكار وسط عاصفة هوجاء من التروس وفيزيائية ساعة يمكن أن تجمع أسرة مفككة لم تجتمع في الحياة الدنيا، لكن من الممكن أن تجتمع في حياة البرزخ. يظنون أن آباهم هجرهم، يظنون أنه مشغول عنهم بنفسه، وها هو الأب يكدح ويخطط لأجلهم، يأخذ من صحته لينعمه، جهد وتفكير وتخطيط لأجل مستقبله. وماذا يريد بالمقابل؟ لا شيء غير أن يراهم في سعادة وإن كان من بعيد. وهذا ما جعل ريكي رغم التعب الجسدي من الغيبوبة يأخذ النفس المطلوب للدخول في الإسقاط، ويخرج طيفه من التبت إلى فلنسيا على أمل أن يرى مطموس العين وكحيل الأخرى. كيف أصبح الآن وما هي أحواله؟ كان يريد أن يراه، ولكن ما أن وصل إلى المزرعة إلا ووجد أكثر مما طلب، وجد كل من يحبهم قلبه في مكان واحد. فلوريا ما أجملها بعينه، لا يوجد من ينافسها بقلبه، وهناك القمر وقد انفلق إلى نصفين. ماثيو. وهنا تذكر أن ابنه الثاني إلى الآن لا اسم له. ابتسم وقال في خلده ليكن أريان وليحمل صفات اسمه في قلبه، أريان المحارب الحامي الشجاع. فمن يعيش بالفقد وبهذه الظروف يا ولدي لن يكسره إنس أو شيطان في المستقبل. اقترب من فلوريا ولثم ثغرها، والأخرى شهقت وشعرت به كما كانت تشعر به من قبل عندما يزورها في منامها ويلثم رأسها. وضعت يدها على فمها وقالت أعلم أنك هنا، وأعلم أني أحبك، وأعلم أني لن أكون إلا لك إلى نهاية العمر يا من له قلب ينبض. احتضنت فلوريا ابنيها وهو بالمقابل احتضنهم جميعهم تحت ظله. الباب 25. عقارب تداعب الزمن. اسقني من كأس الألم لعله يذهب عني هذه السعادة الغريبة التي غمرتني. الاختفاء عن الوجود عام 1880 ميلاديا أدت ملا المطلوب منها، وانتهى الصانع من إتقان عمله الذي لم ينتهي بتشغيل الساعة، ثم وضعت بجانب مدخل الفندق تمثالا ضخما لصانعها إكراما لما أبدعت يداه جورج إدوارد. وبالتأكيد لم يكن جورج، لأن التمثال كان عبارة عن خليط
ما بين اثنين أو هما أمير الظلام لوسيفر بملامحه التي تجسد بها عندما ظهر لمالا، والآخر لمن سوف يضع اللمسات الأخيرة على ساعة الخلود، وقد تم رسم جزء من وجهه في مخطوطات الساعة، ثم أضافت الأخرى لمستها لمن تراهم في أحلامها وأحيانا في يقظتها، فجسدتهم على شكل تماثيل سريالية ووضعتهم على سطح المبنى ينظرون مباشرة للغابة بوجوههم الخبيثة الضاحكة، وأيضا على النافورة التي توسطت باحة الحديقة، وبذلك خلت الذكرى أقرب الكائنات إلى قلبها. من كانوا يسكنونها في السابق والآن هم أتباعها من الشياطين، من عاشروها طوال فترة حياتها وما زالوا برفقتها لكي لا تكون وحيدة أبدا. هاجرت ميلا العالم وانطوت في قصرها إلى أن وافت المنيها والديها الاثنان في اليوم نفسه، ودعا هذه الدنيا بعد أن ضعف جسدهما وأخارت قواهما وحبس في زنزانة الصمت، رغم عينهما التي كانت تنطق بالكثير، لكن زمام الأمور كان بيد ابنة القمر الدموي التي حرمتهما من كل شيء حتى الكلام. أصبح قصر لها وحدها، ورغم حب الناس لها ولعطائها ونفوذها الذي وصل إلى أنحاء أسبانيا، لكن كانوا يهابونها، وما زاد من رهبتها هو قصرها الذي تحول إلى قصر الظلام، قصر يدخل الرعب إلى القلوب بمجرد النظر إليه، لا ضوء يدخله بسبب نوافذه المدهونة بالأسود، ولا حياة حتى في مرجه الذي يحيطه. لم يتبقى غير مخالب الأغصان وعظام صغيرة منتشرة لكائن كان يغرد شجنا. بعد مدة طويلة من الزمن لم يراها أحد خلالها، تناقلت الأقاويل والإشاعات أنها تزوجت واستقرت، وهناك من يقول بأنها اشترت جزيرة لتعيش بها وحيدة من ظلم العالم، وأيضا من قال أنها تعيش في القصر بعزلة تأويها من قسوة البشر. هل أعطتهم الفرصة لينسوها؟ بالتأكيد لا، لأنها كانت تعطي الجميع من خيرتها بسخاء مبالغ فيه، وهذا الكرم خلد اسمها تحت ستار الأعمال الإنسانية، لكن الواقع كان دس السم في العقول بقطرات بطيئة المفعول، لا تريد هذا الجيل بل الجيل الذي يليه هو المبتغى. ركض عقرب وتبعه الذي خلفه في ماراثون لا ينتهي إلا عندما تؤمر الشمس أن تشرق من بقعة سباتها. شاخ الجميع وكبر جيل كان يعيش في رغد ملا التي يجب أن تكون قد كبرت هي الأخرى، حالها حال البشر جميعهم الذين يركض عقربهم كذلك ليوصلهم في نهاية المطاف إلى أرض العمر، لكنها ظهرت لهم من بعد غياب طويل في سنة 1900 بشعرها الفاحم المسطور أكثره في ظلال عباءتها السوداء وخصلتها البيضاء التي تتأرجح بين عينيها المسحوبتين، تسير في الأسواق متجهة إلى فندق كزميلها. نظر صاحب محل الفواكه الذي اعتاد أن يرتب البرتقال بشكل هندسي ليغري المشترين، لكنه هذه المرة سقطت منه اثنتان لأنه أطال النظر في شخصية كان لها الفضل بهذا الدكان الذي بني من خيره، وما زالت تأخذ 20% من أرباحه بنفس راضية من البائع، لأنه لم يحلم أن يملك دكانا من دون عطاياها. مع التفاف وجهها هنا تحقق البائع من أنها ملها، صرخ بأعلى صوته: صاحبة الجلالة، صاحبة الخيرات. ثم ركض باتجاهها يقبل يديها، والأخرى لم تقاوم ولم تتحرك حتى، وتركته يكمل تقبيله. التف الناس حولها غير مصدقين ما يرون، كبار السن عرفوها لكن صغارهم شاركوهم لبلاغة الشف وللنظر إلى هذه المشهورة التي شدت انتباه الناس حولها. فقال لها البائع: سيدة ميلا، أهلا بعودتك. أجابته: ميلاني، اسمي ميلاني، ميلا والدتي. البائع بعد سكوت لتجميع أفكاره: أين هي الآن؟ قالت: ميلاني هاجرت وأنا عدت لكي أنظر في أعمالها ولتقديم المساعدة لمن يحتاجها. لم تنتظر منهم ردا وأكملت طريقها للفندق سيرا على الأقدام رغم بعد المسافة وهي تضحك هامس: هي لكم من حمقى. وصلت إلى فندق كزميلة وحدث ما حدث في السوق، لكن هذه المرة مع الحارس المسن. وقفت مقابل الساعة تنظر إليها بإعجاب وشوق مجتمعين من خلال هذه التحفة الفنية سوف تكمل مسيرتها إلى نهاية عمر الكون، لكن متى يأتي من لديه مفتاحها؟ فالصبر بدأ ينفد. أحداث عام 1929. بعد أن جمع ريكي كل ما يخطر على البال بخصوص الساعة ومكانها وطريقة صنعها، ومن شدة الشغف الذي وصل إليه رسمت روسها مرارا وتكرارا على الورق وحتى على حوائط غرفته في المعبد، سنة كاملة أصبحت كفيلة له أن يفهم طريقة عملها بسبب المعلومات التي اكتسبها من السجلات ومعرفة شكل الترس المفقود الذي يكون بمثابة مفتاحها وبداية حياة عقاربها.
ومع ذلك لن تعمل، لأن هذا الترس ليس مجرد قطعة نحاس، بل هو ترس مرتبط بألم وسحر، وكما قال الشيخ الأبيض، ولا يعلم هذا الأمر غيرهم، لأنهم من دونوا الحدث من النواحي جميعها. إن كانت القوة العظمى صنعتها على الورق بطريقة ناقصة بسبب عقولهم المحدودة، فإن المدونين لديهم تكملة القصة واحتمالاتها، سحر، ترس، وألم. الألم موجود بوفرة، وهو من أشعل فتيل الشغف بداخله ليكمل النقص في صنعها. أما السحر فسره في اللوحة الزمرودي الذي دون فيه الملك هيرمس سر الحياة ما قبل الطوفان. أما الترس فسوف نعرف ماهيته فيما بعد، وما هو ارتباطه بكل هذا. الرحيل إلى السجلات الأثيرية أصبح عادة يومية قد أنهكت جسده، لكن لابد من المضي قدما لعله يكون أول من يجعل للموت حياة. اللقاء الأخير الذي جمع ريكي بأمينة سجلات الشيخ الأبيض هو ما قلب مجريات القصة بالكامل، لأن السؤال الموجه حينها كان في محله، ليس كيف بل أين. اللوحة الزمرودي موجود، ولكن في مكان لا يعلمه إلا قلة، وطبعا يجب أن يكون مدونا في السجلات. وبالمقابل الشيخ الأبيض الذي كان يرد على تساؤلاته بمحدودية وكأنه لا يريد أن يعرف مكان اللوح، لكن حين جاء السؤال الصحيح لابد أن يجيبوا بحيادية دون الانحياز لكفة، إن كانت خيرا أم شرا، وهذا قانون السجلات منذ بداية الخليقة. ريكي، أين اللوحة زمرودي؟ سكت الشيخ الأبيض ثم نطق مرغما، في قبر تحوت. ريكي، تحوت؟ ألم يختفي من الوجود؟ بل مات ودفن في أحد دهاليز الهرم خوفو، وقبل أن يموت كلف تلامذته بنحت جزء من كلمات اللوح بطريقة مختصرة لتكون لغزا متلصما لمن يريد أن يجد اللوح الأصلي، والنحت موجود في الهرم منقرع. رحل طيف ريكي بشغف كاد أن يذهب عقله، وكانت وجهته قادمة هو الهرم الأصغر، وقال في خلده، لعلك أيها الشيخ الأبيض تريد أن تتملص من الإجابة الوافية وتطيل الوقت المهدور لإنجاز ما أطمح له، لكنني سوف أحقق حلمي بك أو من غيرك. نسخ النحت على مخطوطاته وهو يقف في ممرات الهرم منقرع، ثم رحل إلى جسده لينال قسطا من الراحة لعله يجد الحل لهذا اللغز الذي عجز عنه الكثيرون. من بعد الراحة والتأمل وصفاء الذهن قرأ اللغز المنحوت وحلله على مهل، ثم تدبر بعمق، لكن لم يصل لأي استنتاج ممكن أن يدله إلى قبر تحوت. وما لفت انتباهه الجملة، إن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى. خرج من غرفته وجلس على التل يراقب البحيرة، وعقله رحل مع هذه الجملة التي أرهقته. شعر بقدوم أحدهم من خلفه، وهذه الخطوات يعرفها جيدا. وضع لي يده على رأس ريكي ثم قال، وأخيرا استفردت بك، إلى ماذا وصلت هذه المرة؟ ريكي، معلمي، هل تعرف حل هذا اللغز؟ إن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى. تأمل لي البحيرة ثم وضع كف يده اليمنى أمامه بثبات، ثم همس بصوت غير مسموع ووضع كف يده اليسرى فوقها، ثم حرك اليسرى ووضعها أسفلها، وما زالت اليمنى ثابتة. فتح ريكي عينيه على مصراعيهما. قال ريكي، كم أنت عبقري، تحوت مدفون بقبر واحد مع الفرعون خوفه. قام ريكي مهرولا وسط نظرات الاستغراب من معلمه، دخل غرفته مع التثبت من أن الباب موصد بإحكام، تنفس بهدوء، فخرج طيفه من جسده بطريقة انسيابية، ثم رحل من التبت إلى أهرامات الجيزة للمرة الثانية. دخل في دهاليز الهرم الكبير وبحث في الأرجاء إلى أن انتصف غرفة الفرعون الذي جعل من قبره صرحا يذكر العالم أجمع بعظمة هذه الحقبة وما تحتويها من مفاجآت إلى الآن جاري اكتشافها. كم كانوا في حضارة ومعرفة وعلم، ومع تقدمنا الحالي نجد أنهم كانوا هم المتقدمين، ونحن من يذهب خلف التأخر والتخلف العلمي. توغل داخل تابوت خوفه فوجده في ثبات، وخاب ظنه لأنه لم يجد الغامض تحوت يرقد بجواره، ولكن كان هناك الجرارة التي تستخدم لحفظ رماد الموتى بجوار الملك. هل من الممكن أن يكون تحوت في أحدها؟ لا يهم، لأن المطلوب هو اللوحة الزمردي. لم يجد شيئا يمكن أن يستدل به على حاجته، فكر أن يتقمص دور تحوت لعله يستطيع أن يجد شيئا. من الممكن أن الملك طلب منه حفظ اللوح ما به من ألغاز عن العالم على أن يدفن معه مدى الظهر. هل من الممكن أن يكون الملك راقدا عليه؟ نظر أسفل جثته فلم يجد شيئا. أخيرا رقد على جثة الفرعون خوفه، فتعينه لينظر إلى العجب من أمامه، إذ بالتابوت نفسه من الداخل هو اللوحة الزمردي. قد أتقن تحوت عمله، إذ أنه صنع التابوت نفسه من اللوحة الزمردي، وما زال يبهرنا بإنجازاته التي لم تفك ألغاز بعضها إلى يومنا هذا. خط ريكي النقوش بحذافيرها
ثم خرج والكنز في جعبته، وصل إلى جسده، ثم وضع المخطوطة على المكتب وشمع يتراقص نورها بجانبه، نظر بإمعان إلى ما كتب. حق لا شك فيه صحيح أن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى، عمل العجائب من واحد كما كانت الأشياء كلها من واحد بتدبير واحد. أبوه الشمس، أمه القمر، حملته الريح في بطنها، غذته الأرض، أبو الطلسمات، خازن العجائب، كامل القوة، نار صارت أرضا، أعزل الأرض من النار، اللطيف أكرم من الغليظ، برفق يصعد من الأرض إلى السماء وينزل إلى الأرض من السماء، فيه قوة الأعلى والأسفل لأن معه نور الأنوار، فلذلك تهرب منه الظلمة، قوة قوي يغلب كل شيء لطيف، يدخل في كل شيء غليظ. على تكوين العالم الأكبر تكون العمل، فهذا فخري، ولذلك سميت هرمس المثلثة بالحكمة. لم يفقه منها شيئا واحدا، لكن سوف يحاول أن يفك طلاسم اللوحة وإن كلفه حياته، وإن لم يتوانى ولم يستسلم، لأن الهدف من هذا كله فلوريا وابنه، وإن كانت العائلة هي الهدف فالصعاب كلها تهون. وفي نهاية المطاف هل فك اللغز؟ استغرق في التفكير والمحاولات وكتب التاريخ والسجلات الأثيرية ما يقارب 10 أعوام، عقد كامل ذهب من عمره في أبحاثه التي آلت إلى خيط ضعيف جدا عن حجر الفلاسفة في عام 1939. غدا يصبح عمر ماثيو 13 ربيعا. ولماذا ربيعا؟ لأنه لا يوجد فتى يعيش النعيم المقيم غيره في الأرجاء كاملة، الدلالة الذي ينعم به من والدة لورا وما يزيد عليها من عمته فلوريا التي تنهال عليه بكل ما تشتهي نفسه. شب على ملعقة الذهب التي ذابت في فمه حتى من جانب والده ألكساندر الذي لا يترك سباقا للخيل إلا وماثيو رفيقه، وكذلك مصارعة الثيران، إلى أن دخلت تلك الرياضات إلى قلبه واستهوت عقله لدرجة الجنون. في كل صباح كان يرافق فلوريا في الشرفة الأرضية للمنزل لتناول الإفطار، وإن كان أهله حول طاولة الطعام، لكن الإفطار مع فلوريا التي عزلت نفسها وإن كان بوجبة واحدة عنهم له طعم ألذ، لأنه يشعر معها بالحب أكثر من أي شخص بالعالم. وفي مرات متفاوتة يخرج السيد بوربون مكفهر الوجه كعادته الدائمة من منزله، فينزل له الاثنين ويبادلهما النظرات مع مشاعر غريبة تطفو بالأفق، فينطق قلب فلوريا: نعم إنه حفيدك، إنه من آل بوربون، لكنك من أبى واستكبر. السيد بوربون: كيف لهذا الصبي أن يجذبني إليه هكذا؟ ماثيو: لا أعلم لماذا أحب وأكره هذا الرجل بتناقض غريب. ومن سوق برشلونة الساحلي هناك من جاء من فلنسيا لكي يعود بعد أيام مع أحد المزارعين المكلفين بحمايته على أن يعودوا محملين بالطلبات التي دونها لهم خوسيه، لكن أريان الذي يكره كل الباعة والمشترين وحتى الكلاب الآمنة التي ترقد بجوار الدكاكين لأنه الشر بعينه، لعنة تسير على الأرض. كيف لهذا الشقي أن ينتشل ماء العين دون أن يشعر به أحد؟ لكن وجوده داخل الدكان كافي لمعرفة من هو السارق، ولم يكتفي فقط بالنشل، لأنه كان يأخذ بعض الطلبات التي تخص المزرعة عنوة من الباعة، وإن رفضوا بيعه يأخذها على حين غرة دون سداد ثمنها، بل إنه تمادى إلى صنع المكايد وزرع الفتن بين رواد السوق لكي يفتعل الشجارات ويجلس على الدكة ينظر لما صنعت يداه بكل بهجة. لم يتوقف أذى عند هذا الحد، بل وصل إلى الأولاد المرفهين الذين يأتون للسوق مع ذويهم لشراء الحلوى، وكان لهم نصيب الأسد في مقالبه، فمنهم من يسقط عليه السبغ الأسود من الأفق دون فهم كيف حدث ذلك، ومنهم من يأخذ صفعة تغرد لها أذنه في وسط الزحام، وأيضا الذي يعود إلى والديه دون ملابسه الأنيقة بسبب الملثم الذي رفع عليه السكين في الزقاق. كل هذه الأفعال من صنع يد إريان بريء المحية، شيطان السريرة، توأمان كل واحد منهما أخذ من والديه شيئا، انقسم بينهما الخير والشر بقسمة غير عادلة، أحدهما أخذ الخير كله وصفات والديه الحسنة، والآخر أخذ شرهما والحقد المكنون على مر الزمن. وما أيقظ هذا الشر الخامد في قلبه هو ما سمعه مصادفة من حديث اثنين من الباعة عندما نظر إليه وهو يسير بجانب أحد المزارعين. قد حضر اللقيط، ألمته، بل قطعت أوصاله، لكن ليس عندما سمعها، بل عندما رجع إلى خوسيه وسأل عن معناها، وأجابه الآخر بمجهول الأبوين. هنا تدفقت الأسئلة من جوفه وكأنها بركان ثائر، بدأ مرحلة لفظ الحمم النارية لكل من حوله،
كان يجيب قوسي عن بعض أسئلته ويعرض عن البعض الآخر لعدم وجود إجابة من الأصل أو لإخفاء سر العاشقين فلوريا وريكي. ومن كثرة الشكاوي التي تسقط على مسامع من يتكفل بهذا الصبي، بل ليس صبيا، شيطان مريض، قرر خوسي عقابه بالحبس في غرفته لمدة أسبوع. وكان هذا الأسبوع ما جعل أريان أكثر إصرارا على عناده. لكن هل سوف يفيد العناد وهو محبوس؟ لم يكن له إلا الصبر إلى حين انتهاء مدة حبسه لكي يذيق من اشتكامر العذاب في الحياة الدنيا. جلس وتنفس وتأمل محاولا تسكين الغضب على أن يتأجج في الوقت الملائم، إلى أن حدث غير المتوقع. في أثناء جلوسه خرجت روحه طافية تهيم في أرجاء الغرفة. نظر إلى جسده الذي كان يجلس متقرفصا يتنفس بهدوء، ثم نظر خلفه وإذ بطيف آخر لرجل غريب لكنه مألوف الوجه.